صعب. ازيك عامل ايه؟ يلا نقول لهم انت بتقعد هادي ازاي كده في العربيه. السلام عليكم، انا عمر، تمام زي ما انت عارفين. وده سهم الكلب بتاعي اخر العنقود في كلابي. النهارده هسالكم سؤال مهم جدا. السؤال هو ايه اللي مخلي سهم يبقى هادي وقاعد رايق كده ومستقنيس وساكت في العربيه؟ ايه السر في ده؟ طبعا قبل ما ابدا انا هبقى مركز مع الطريق شويه، فمش هبقى بص معاكم على الكاميرا، فاعذروني لو هيبقى في لخبطه شويه في التصوير، جزء منه موضح شويه وانا بحاول ايدي والكلام ده كله. هنبدا مع بعض نحلل ايه السر اللي خلى سهم يبقى هادي كده في العربيه، تمام؟ اوكي، او ايه مجموعه الاسرار. اول حاجه في الموضوع كلها ان هي اصلا مش اسرار، ولكن هي بكل بساطه هي مجموعه من الحاجات بتعملها مع الكلب، خصوصا من هو صغير بيبدا الكلب يعتاد الدنيا بشكل معين ويبقى هادي بشكل معين. مع ان سهم انتوا عارفين طبعا هو كلب بتاع بيرفورمنس او بتاع اداء يعني، فالكلاب دي بتبقى سريعه او ساعه التنفيذ الاول بتبقى سريعه وبيجري وبينط وبيعض وبيتشهلق في الطج وبيلعب وبيهزر وبيبقى مبسوط وحاجه اخر نشاط والكلام ده كله. ازاي بقى نفس الكلب ده اللي بيبقى ساعه ما احنا بنشتغل مع بعض بيبقى عنده كل كم الطاقه دي، تمام؟ ومن صغره طبعا الكلاب دي بيبقى عندها طاقه كبيره جدا، ازاي نفس الكلب ده بالملي بيبقى قاعد هادي مثلا واحنا في العربيه، قاعد هادي وهو في الكريت بتاعه والقفص بتاعه، قاعد هادي وهو واحنا قاعدين في البيت عادي كده، قاعد نايم على جنب، قاعد هادي واحنا في الدوج بارك، قاعد هادي والكلام ده كله لما ما يبقاش في حاجه بتتعمل. الحاجات اللي بتتعمل او الاسرار، تمام، في الموضوع بكل بساطه، اول حاجه خالص ان انت بتديه للكلب كل احتياجاته. الكلب عنده كميه شقاوه معينه وكميه طاقه معينه وكميه حاجه الى العض، وهنا قصدي مش عض بني ادمين، يعض على الحبل والقماش الطق الكلام ده، ويستخدم بقه معينه وعنده كميه من حاجات كتيره جدا واحتياجات بيحتاج ان هي تطلع. طيب في نوعين من الناس، في حد بيقعد يكبت الحاجات دي، تمام، وما يديهوش الاحتياجات دي، فبالتالي الكلب ويطلعها في مواقف اصلا مش هي اللي مطلوب منه يطلعها فيها، وبتلاقي الوضع بعد كده سيء وتقعد تتخانق مع الكلب وكده. الوضع الثاني ان انت بتدي له احتياجاته، هو ليه جزء تدريب ضاع في اليوم، نطلع اكل، بنتدرب، بنتعلم، يتعلم حاجات جديده، يعمل تريكس جديده، الكلام ده كله، وليه جزء من اليوم بيلعب على القماشه العضاده، تمام، الكلام ده كله بحيث ان هو يطلع طاقه العض اللي عنده اللي هو بيبقى محتاج يعملها، ودي طبيعه في الكلاب. طبعا مش كل الكلاب بتبقى زي بعضيها في موضوع ان هي احتياجها لاستخدام سنانها وكده، ولكن اغلب الكلاب النشيطه اللي زي سهم، تمام، اللي عندها طاقه والكلام ده كله بيبقى الموضوع عندها موجود، فانت لازم تطلعه معاك، انت لازم تطلعه ومع اولادك، لازم تعلم اولادك ان هم يمسكوا القماشه يجروا وراها لو بدا وانتوا في البيت كده وبدا يجري وراهم ويعمل الحركه اللطيفه بتاعت الكلاب اللي هي بعد كده ما تبقاش حركه لطيفه، انه يبدا يعضعض في رجليهم كنوع من انواع اللعب، فيبداوا هم يتخضوا هم يحسوا انه في مشكله والكلام ده كله. فانت بكل بساطه لازم تعلمهم يلعبوا معايا بالقماشه او بالحبل او الكلام ده كله. وانا مثلا بعمل ايه؟ بحط قماشه في حته، يعني مثلا في الجنينه مثلا، انت الولاد هيبقوا موجودين والكلب موجود، تمام؟ فالكلب بدا يهزر بالعض، يقعد يجرب ايديه بقه الكلام ده كله. الكلاب بتتعامل معانا بمفهومها هي، فالكلاب بتلعب مع بعض بالعض، فبيحاول يعمل كده. فانت بتعمل ايه؟ بتقوم جايب القماشه دي ومخلي الاطفال يلعبوا بيها، يلعبوا بيها يبدا يطلع طاقه العض. المهم ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوع احنا ازاي نلعبه بالقماشه وكده، ولكن الموضوع ده ليه ميزه رهيبه جدا، بيخلي الكلب مع الوقت بيفضل ان هو يعضعض على قماش وحبل وعضادات، مش يعضض على جلدنا. ولما بنبقى في وضع احنا قاعدين فيه مثلا، الوضع ده محتاج هدوء زي دلوقتي، تمام، الكلب بيبقى اوريدي مطلع الطاقه بتاعت العض دي او مطلع احتياج العض ده، فبالتالي بيغنيك بقى عن المشكله دي، يعني بتكبر دماغك من مشكله انه يبقى عمال يعضعض في ايدك الكلام ده كله اللي ممكن يحصل لما يلاقي نفسه هو مش مطلع طاقته وقاعد معاك في حته مقفوله انت وهو، تمام، ثم يبدا بقى يتسلى عليك، يهزر بالعض الكلام ده كله. طبعا من ضمن الاحتياجات اللي لازم الكلب يبقى مطلعها او واخدها ان هو بياخد فرصه في اليوم ان هو يروح يشمشم شويه ويتمشى شويه، مش على طول حكمه جنبك وزنقه وانا ماشي جنبك بخطوه بخطوه. هو حلو ان الكلب يبقى عارف يمشي جنبك خطوه بخطوه ازاي. سهم انتوا عارفين طبعا ان هو بيمشي جنبي سنتي بسنتي، متعلم يمشي الكلام ده، متعلم الكلام ده كويس جدا ولسه بيتعلمه، واحنا في المسار بتاع ان هو يبقى بيعمل الحاجات دي بشكل احترافي، ولكن هو ليه جزء من اليوم يروح شمشم
روح استكشف، لان الشمشمه والاستكشاف بتخليه يطلع طاقه ذهنيه كبيره جدا، تخليه لما يجي تحطه في حته كده يقعد ماشي ومفيش حاجه تتعمل، يبقى عامل اوف، يبقى طافي، مفيش احتياج ان هو يقعد بقى يطير ويركب لك في العربيه وينط ويطلع ويعمل، سواء بقى انت معلمه يقعد ورا في الشنطه لو انت عربيتك اس في زي مثلا هنا، او لو انت معلمه يقعد في الكرسي اللي وراني او الكرسي اللي قداماني. وده اللي جبنا للسر رقم اتنين، ازاي اصلا الكلب يعرف ان العربيه دي مكان انا ببقى طافي جواه او عامل فيه اوف سويتش او ببقى هادي جواه والكلام ده كله. بكل بساطه الموضوع ده بيحصل عن طريق ان انت لازم تقدم العربيه بشكل سليم للكلب. اول حاجه الكلب لو ركب العربيه وهو متوتر وانت بقى ركبته بالعافيه وبتاع وبقت العربيه دي عنده مسار للتوتر، هيبقى على طول قاعد متوتر يتنطط لك بيقوم لك ويبدو ان هو شقي وهو مش شقي. طب اعلمه ازاي؟ اعلمه بالاكشن، اخليه يخش من الحته اللي تحت دي تمام الواطيه وارمي له اكل جوه العربيه وتعالى تاني ويخش يطلع. طب ركبته اديله شويه اكل وهكذا، اعلمه دخول وخروج العربيه بالاكل لحد ما هو اصلا يبقى رابط وجوده جوه العربيه ان هو حاجه حلوه. طيب خلصت النقطه دي، علمته ان هو يركب عربيه وخد اكل واتبسط والكلام ده كله، ببدا اتحرك بالعربيه بالراحه ونعمل مشاوير صغيره قصيره، مش لازم هي صح قام شويه بس ماشي اوكي، مشاوير قصيره مش لازم مشاوير طويله في الاول، مش لازم طريق سفر زي ده مثلا، مش لازم يعني ان هو يبقى الموضوع ضاغط عليه، وبرضو اقدر ان انا واحنا ماشيين كده كل شويه اديله اكل. طب افرض انا كلبي شقي وبيتنطط وقرد وعايز يروح ويجي وبتاع، اعلمه ان هو اديله امر تحت واديله مكافاه، اديله امر تحت اديله مكافاه، تحت واديله مكافاه طول ما انا ماشي. ايه بقى لو احنا اتنين في العربيه فواحد سايق والتاني هو اللي بيعمل معاه الكلام ده كله، او لو انا اللي هسوق ممكن ابقى في حته فاضيه في مكان فاضي في شارع فاضي تحت البيت الكلام ده كله، ابدا اعمل معاه الكلام ده وانا قاعد، وبعد كده اتحرك شويه بعد كده اقف واقول له تحت، اتحرك شويه واقف واقول له تحت، لحد ما الكلب يفهم اصلا ان انا كلمه تحت او امر تحت اللي احنا بنعمله في الشارع احنا بنعمله في العربيه. فيبقى عندك المنظر ده، لما الكلب ما يلاقيش حاجه يعملها فبالتالي هيقوم نازل يقعد تحت تمام. مع التدريج واحده 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 هتلاقي الامور اسهل بكتير، وهتلاقي كلبك بيقعد وبيهدى وفي العربيه هادي. طبعا الموضوع مش اكل بس، الموضوع فيه حنيه ومرونه، واحده واحده الكلب خايف يركب العربيه ممكن اركبه واحده واحده كده وطبطب، بس تبقى الطبطبه اللي هي ما تخافش، انت بتقول له ما تخافش مش اكبد وبتاع ومش، لا ما تخافش ما فيش حاجه تقلق، الكلام ده كله هو بيبقى جرو صغير بيحتاج منك ان انت تعامله بالراحه واحده واحده. طيب هل في مثلا حاجه اقدر اعملها لو انا كلبي شقي قوي بقى وصعب جدا وكده، بحيث ان انا ما بقاش محتاج ان انا اقعد احكمه وامسكه بالليش واعمله؟ في ليش بتاع العربيه تمام، بيجي بيبقى طرفه ليش عادي خالص اللي هو الحزام او الكلام ده كله اللي بتلبس هنا اللي فيه الهوك، والطرف التاني بيبقى زي بتاعت الحزام بتاع العربيه بتاعنا بالظبط زي الحزام ده تمام من الناحيه التانيه. فبتقدر ان انت ده للامان طبعا اول حاجه، وتاني حاجه عشان الكلب يقعد، بتقدر ان انت تحطه تمام وتلبسه الليش ده وتحطه في العربيه من ورا، يعني عند الكرسي اللي وراني كده بيبقى في واحده زي اللي قدام، وبعد ما تحطه وتركب البتاع في بتاعه الحزام بتبدا ان انت تعمل معاه نفس التدريبات، اقعد تحت اهدى استنى اعمل وهكذا تمام، لحد ما الكلب يبدا يتعود انه بيبقى قاعد هادي تمام وهو في العربيه. يا سهموم تمام قاعد ما بيتنططش ما بيفركش ما بيبهدلكش ما بيغلسش نام تاني تمام الكلام ده كله. طيب انا هقف هخليه يعمل حمام ونرجع لبعض. يلا جنب يلا يلا شوف ست شوف سبين يلا فوت يلا سام ست يلا جو. نيجي بقى للسر الثالث، وهو ان ممكن ما يكونش اللي بكلبك بيعمله ده شقاوه، يعني ما يكونش التنطيط ولا طلوع قدام وورا والكلام ده كله، ممكن ما يبقاش شقاوه وعدم سماع الكلام او عدم
معرفه بايه اللي المفروض يتعمل. زي ما قلنا انت لازم تعرفه ان احنا ممكن نعمل داون في العربيه وتكافئه على ده عشان تبقى قاعده عنده بعد كده. يعني مش هتقعد طول عمرك بتكافئه في النقطه دي، تمام؟ هي بعد ما تبقى قاعده بتبقى خلاص زي ما انتم شايفين اهو، ماشي صباح الفل، تمام. ولكن انت ممكن يبقى في سبب داخلي او سبب كامن هو اللي عامل ده، زي ان مثلا كلبك تبقى نسبه القلق عنده عاليه، تمام. يعني في كلب اصلا في الاصل هو بيتوتر بسرعه جدا او خواف او نسبه القلق عاليه، الكلام ده بيخليه ساعه لما يبقى في العربيه او متوتر بيبدا يفط كتير، تلاقيه عمال يفط منك، عمال يقف يتنفس بسرعه، قلقان متوتر. فبالتالي الكلب ده انت لازم اصلا تحل له المشكله، ولازم تعوده على العربيه بصوره معقده اكتر بكتير، واحده واحده وبالراحه لحد ما يعتاد ان هو في العربيه هو في امان. ساعتها بتقدر ان انت تعمل معاه الحاجات اللي فاتت اللي احنا قلنا عليه، لان هو اصلا لو هو مرعوب مثلا من العربيه جدا فبالتالي عمال يفط ومتوتر والكلام ده كله، ممكن ما يرضاش ياكل معاك وممكن ما يرضاش يتدرب على الداون ساعتها والكلام ده كله. فدي حاجه من الحاجات. تاني حاجه ممكن كلبك يبقى عنده مشكله هايبر اكتيفيتي حقيقيه، مش ان هو شقي، تمام. لا، في كلاب بتبقى اصلا ما بتعرفش تسيطر على مشاعرها خالص. يعني هو ركب العربيه، احنا خارجين 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 خارجين، تلاقي الكلب عمال مش ماسك بعضه خالص، مش اصلا عارف يعني يمسك نفسه، لدرجه ان هو لو عايز يمسك نفسه هو مش عارف يمسك نفسه. ليه؟ لان الموضوع بيبقى داخلي وبيبقى عنده هرمونات معينه مفروزه ومخلياه قاعد متدنن ومتشعوط، وتلاقيه نط من هنا لهنا لهنا لهنا. في كلاب عندها ده. طيب الكلب اللي زي ده حله ما بيبداش من العربيه اصلا خالص خالص، العربيه مالهاش علاقه بالموضوع، حله بيبدا من بره العربيه، انك بتعلمه ان هو يسيطر على مشاعره. وليها بقى تدريبات زي حاجه اسمها باوندري جيمز، او التدريبات اللي هي الحدود او الالعاب الحدود، انك بتعلمه يطلع يقعد على حاجات ويقعد هادي، او يقعد في الكريت بتاعه ويقعد هادي شويه والكلام ده كله، وبتعلمه الهدوء اصلا في عدم وجود عربيه وفي عدم وجود مشتتات، ثم بتبدا ترجع للعربيه تاني وتعلمه ان العربيه دي بنبدا نهدى فيها والكلام ده كله. بس فبكل بساطه الموضوع ما فيهوش اسرار خالص، الموضوع ما فيهوش عافيه، الموضوع ما فيهوش ان انت بقى كلبك مش عايز يقعد مثلا، فتلاقيه بقى تبدا تمسكه بقى من قفاه وتعمل وتتخانق معاه وتربطه جامد وتزعق وتعمل والكلام ده كله وهكذا. طب هتقول لي في الاخر ما انا عندي واحد صاحبي زعق لكلبه سكت، هي اي حاجه وارده في الدنيا، ولكن احنا هنا بنتكلم على عموم الكلاب الشقيه اللي انت عايز تاخد معاه نتيجه تفضل معاك طول العمر بعد كده، تمام؟ فدي نقطة. تاني حاجة هتقول لي ما انا ربطت كلبي هادي، في كلاب لما بتعمل بقى حاجة بسيطة خالص وبيزك خالص بتنفع معاهم، ولكن هل عموم الكلاب كده؟ الموضوع عليه علامة استفهام، لأن لو كان كده ما كانش حد غلب. طيب نرجع بقى للنقطة المهمة والأخيرة يا جماعة، الموضوع ما فيهوش أسرار خالص، الموضوع بيتاخد واحدة واحدة، بتعلم كلبك واحدة واحدة، بتحدد إيه المشاكل واحدة واحدة وبتحلها علشان تاخد نتيجة دايما، تاخد نتيجة مستمرة. الحاجات اللي انت بتعلمها واحدة واحدة وبالمكافآت وبالتدريج وبالتطمين دي بتستمر مع الكلب وبتفضل معاه بقية حياته، لان هي بتصبح عادات وسلوكيات، لان هي بتصبح عادات وسلوكيات فيه. بس كده، ده كان سر ان كلبك يفضل هادي في العربية طول ما انت ماشي في الطريق.